أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، وإليكم جولة جديدة في الصحف العربية والعالمية الصادرة لهذا اليوم. نبدأ معكم بأبرز ما عنونته هذه الصحف. في الوطن السعودي الجربة يعتذر عن زيارة موسكو لارتباطات سابقة. ونقرأ لكم من اليوم السعودية: نصر الله الذي يخاف السخرية يهدد تحت المظلة الأمريكية. أما في الخليج الإماراتية فانعطاف صهيوني بدبلوماسية فرنسية غدا مفاوضات دولية بشأن النووي الإيراني. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في هذه الجولة. أبدأ معكم من صحيفة الوطن السعودية التي قالت إن رئيس الائتلاف الوطني أحمد الجربة أبدى موافقة مبدئية على زيارة موسكو بعد تلقيه دعوة لذلك من وزير الخارجية الروسي على أن يتم البحث في تحديد موعد لها حسب ما أفاد مسؤول في الائتلاف. وكانت موسكو قد حددت للجربة موعدا للزيارة بين 18 و21 من الشهر الجاري، مما يعني أنها كانت ستتزامن مع زيارة وفد حكومي سوري إلى موسكو في نفس التاريخ، إلا أن رئيس الائتلاف قال أنه لم يتمكن من إلغاء ارتباطات سابقة في هذا التوقيت، مطالبا بإرجاء الزيارة إلى موعد آخر. وعلى جانب آخر أيضا، يبدأ وفد مؤلف من مستشارة رئيس النظام بثينة شعبان ونائب وزير خارجيته فيصل المقداد ومسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة خارجية النظام أحمد عرنوس اليوم محادثات في موسكو تحضيرا لمؤتمر جنيف 2. ومن صحيفة الدستور أقرأ لكم مقالا للكاتب خير منصور ركز فيه على المعاناة التي يعانيها المواطن العربي منذ فترة طويلة والمتمثلة بالحروب والتهجير والقتل والدمار، فلنتابع. ذات عروبة غابرة أو ما شئتم من الفراديس المفقودة، كانت كلمة لاجئ لا تحتاج إلى وصف أو إضافة، فهو الفلسطيني بلا منازع. لكن ما إن أعاد العرب حوارية الموت بين هابيلهم وقابيلهم حتى أصبحت كلمة لاجئ ككلمة المخيم بحاجة إلى توضيح. هل هو لاجئ عراقي أم سوري أم سوداني أم ليبي؟ وهل هذا المخيم أو ذاك يقطن فيه حاملو أكثر من 6 جنسيات عربية أم إنه حكر على الفلسطينيين؟ وذات عروبة غابرة كانت كلمة احتلال لا تحتاج إلى وصف أو إضافة، فهو الاحتلال الصهيوني لفلسطين. وكذلك مفردة التحرير لم تكن هي الأخرى ملتبسة، لأن المقصود بها هي تحرير فلسطين، لكن سرعان ما احتل عرب عربا وقتل عرب عربا وشرد عرب عربا وانحاصرت الحروب بين ذوي القربى وخرج العدو التاريخي من المعادلة لتصبح حروب العرب الجديدة هي حروب الأخوة الأعداء. هكذا أصبحت القواميس ومعاجم اللغة والمصطلحات بحاجة إلى تنقيح سياسي لنعرف عما يتحدث هؤلاء عندما يذكرون كلمات مثل المخيم واللاجئ والعائد والمحرر. كان العرب قبل 6 عقود بفلسطين واحدة، ثم أصبحوا بعدة فلسطينات. وآخر الابتكارات التي نستحق عليها براءة اختراع هي النداء بحق العودة، لكن إلى مخيم آخر، حتى الحنين أصبح لمسقط الخيمة وليس لمسقط الرأس. أنتقل الآن إلى صحيفة اليوم السعودية لنطالع منها مقالا للكاتب مهنا الحبيل بعنوان تهديد نصر الله تحت المظلة الأمريكية. مثل الخطاب الأخير لحسن نصر الله الأمين العام لما يسمى حزب الله اللبناني، وهو الجناح الأبرز لتنظيمات ولي الفقيه الإيراني، أكبر مشاهد النشوة والاعتداد في توجيه رسائل حول مستقبل المشرق العربي وخاصة دائرة النفوذ الاستراتيجية في كل دول الشام والعراق. وعليه فإن هذه الرسائل التي حوت تهديدا للمنظومة الخليجية تأتي في سياق الخطاب المعتاد الذي تدفع به إيران شخصياتها الخاصة لبعث رسائل التوازي لتقدمها السياسي والعسكري. هذا النوع من بعث الرسائل للخصوم أو الحلفاء هو أحد عناصر التفاعل المباشر التي درجت إيران على استخدامها، وإن كان هذا الاستخدام متعددا وليس سياسيا وإعلاميا فحسب، وهو ما برز بصورة واضحة في المشهد السوري وأضحى حالة يقينية لاستخدام إيران لأذرعها المتعددة في المشرق العربي التي كانت تهدد بها إعلاميا ثم حركتها تنفيذيا أمام مرأى الشعب السوري والعالم في تشكيلات متعددة الجنسية من العراق واليمن
اليمن والخليج العربي كمقاتلين في ميليشيات يديرها الحرس الثوري، ولكن عبر تخطيط ميداني مباشر وحضور ضخم لقيادات وعشرات الآلاف من حزب نصر الله. ولذلك تزامنت هذه الرسائل بنشوة خاصة، كون نصر الله الذي بات يباهي بقتله وقتاله للشعب السوري بكل وضوح، مستغلا التفرق الذي يضرب ثوار سوريا وتفجير مشروع داعش في وجههم. من صحيفة الشرق الأوسط نطالع مقالا للكاتبة ديانا مقلد، أوضحت فيه غطرسة حزب الله وأمينه العام كاشفة مدى خوفهم من البرامج الساخرة التي تنزع الهالة المبنية على الدوغمائية والجمود. غضبت الأسبوع الماضي في لبنان جموع شعبية أو استغضبت لأن برنامجا ساخرا تناول شخصية الأمين العام للحزب حسن نصر الله، ترجم الغضب اعتصامات وقطعا للطرقات في استعادة لغضب شعبي مماثل حدث عام 2006 حين جرى تقديم نصر الله بشكل ساخر أيضا. لكن وبعد المظاهرات وأحداث الشغب الأولى، عمد مقدمو البرامج الساخرة لتجنب تناول نصر الله والاكتفاء بتقليد شخصيات أخرى من حزب الله وإبقاء نصر الله شخصيا بعيدا عن التناول. حزب الله الذي بات يتضخم على نحو هائل بحيث يقود لبنان وجمهوره نحو حرب انتحارية في سوريا هو حزب يكره السخرية، فالسخرية تنزع الهالة التي تحيط بكل المواقف المبنية على الدغمائية والجمود الفكري والتعصب لفكرة معينة كما هو حال الحزب. والسخرية تحصننا ضد عبادة الأشخاص، وهذا لا ينسجم مع كل جهود تقديس نصر الله. حزب الله يجيد تطويق نفسه بالغموض والسرية لأسباب كثيرة، وفي قلب ذلك الطوق تخنق السخرية التي غالبا ما تولد جراء الامتعاض من الخطاب الرسمي الذي يستشعر متلقيه أنه يخفي ما هو جوهري، وهذا هو الحال مع خطابات الأمين العام لحزب الله. لكن مجال السخرية الحرة واللماحة لا يزال غير متبلور بعض في لبنان، لذا ليس مستغربا أن يترافق رفض السخرية مع عنف ما من أطراف تخشى من تآكل أسطورتها من سكتش هزلي. الآن مشاهدينا نذهب بجولة على الصحافة الأمريكية ونقرأ بالتحديد مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست للكاتب ماكس فيشر تحت عنوان لماذا قد يتدخل الكونغرس لوقف الصفقة النووية الوشيكة، استهله بالإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل مع الاتحاد الأوروبي نحو اتفاق محتمل مع إيران حول البرنامج النووي. سيحتاج الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة على رفع العقوبات المفروضة على إيران وتحديد ما إذا كانت ستكون لأجل قصير أو دائم. وفي الوقت نفسه طالب البيت الأبيض النواب بعدم تمرير أي عقوبات جديدة من شأنها تقويض الدبلوماسية الأمريكية وإفاد رسالة إلى طهران بأنها لا تستطيع الوثوق بالأمريكيين للوفاء بجانبهم من أي اتفاق. أما لأن واشنطن لا تتفاوض بنية حسنة أو بسبب عجز الرئيس باراك أوباما على تنفيذ الاتفاق، ويقدم المؤيدون في الكونغرس لسياسة العقوبات مبررات غير مقنعة، حيث يقولون أنه ينبغي معاقبة إيران على فشلها في التراجع بمفردها عن برنامجها النووي. ولكن لماذا قد ترغب طهران في إضعاف موقفها بهذا الشكل في خضم المفاوضات؟ وثانيا أن المزيد من العقوبات ستبقي إيران على طاولة المفاوضات، وهو يتناقض مع المبادئ الأساسية للمفاوضات. النواب الأمريكيون يواجهون بمفردهم 4 معضلات حول العقوبات الإيرانية، وهو ما يفسر ترددهم في دعم موقف البيت الأبيض. وتتمثل المعضلة الأولى والأكثر أهمية في أن العقوبات الأمريكية لا تتعلق فقط بالقضايا النووية، وثانيا قد يشعر أعضاء الكونغرس بالقلق من سجل إدارة أوباما من إحباط مساعيها الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط، وثالثا تمتع إيران بسجل من التهرب من عمليات التفتيش، ورابعا لا تتمتع إيران بشعبية كبيرة في أمريكا، بما يعني أن الكونغرس سيضع نفسه أمام مخاطر عدة.
قبل أن أتابع هذه الجولة مشاهدينا، أستضيف معي هنا في استوديو صحافة اليوم كاتب الصحفي معن بياري للحديث معه أكثر عن أبرز ما جاء في الصحف الصادرة لهذا اليوم. أستاذ معن، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من صحافة اليوم. يعني أريد أن أبدأ معك النقاش حول أبرز ما تناولته الصحف. يعني الوطن السعودية اليوم عنونت الجربة يؤجل أو يعني يعتذر عن زيارة موسكو لحضور المؤتمر أو لحضور الاجتماع التجريبي، إذا فينا نقول أو التحضيري عفوا لجنيف. كيف تقرأ هذا الاعتذار؟ هل الآن الائتلاف بدأ يلعب لعبة الوقت؟ يعني واضح أن الروس يبعثون برسائل انفتاح تجاه الجميع للإيحاء بأنهم يتعاملون مع النظام ومعارضي النظام على سوية واحدة. لكن هذا الإيحاء طبعا غير دقيق، يعني غير مقنع بالنظر إلى الدعم التسليحي والمالي والمادي الكبير الذي تقدمه موسكو للنظام السوري. صحيح أن الجربة والائتلاف استقبل دعوة موسكو لزيارتها بالترحيب، يعني هذا شيء كان جيد من الائتلاف أنه لا بأس من أن يحاور الروس. واضح أن هناك نوع من التعمد أو التقصد في ظني أن يتزامن الموعد الذي حدد لرئيس الائتلاف الأستاذ أحمد الجربة بوجوده في موسكو مع وجود وفد رسمي سوري برئاسة بثينة شعبان. ربما لمس الأستاذ الجربة أن هناك فخا ما أو هناك احتيالا ما، وهذا وارد. وعندما يطلب تغيير الموعد فلا أظنه يعني اقترف أمرا مستنكرا. فضلا عن ذلك، أعتقد أن أن السعي الروسي لإقناع الائتلاف بأن يخفف من شروطه ومن تصوراته باتجاه جنيف 2، يعني أعتقد أنها محاولة لن تفلح تماما. طيب. لكن لا بأس من الحوار مع موسكو في النهاية. طيب أستاذ معن، يعني هذا التأجيل ألم يكن ممكن باستطاعة الجربة أن يؤجل موعد الآخر في سبيل في السياسة هناك يعني تلاعب وهناك تذاكي وهناك تشاطر، يعني هناك وعي الآن للمعارضة أكثر من قبل. يعني أتمنى ذلك، يعني المعارضة من حقها أن تناور وأن تتذاكى وأن تتعامل مع موسكو بالطريقة التي تراها مناسبة، لأن موسكو بصراحة لم تحترم الشعب السوري ولم تحترم تطلعات الشعب السوري. فمن حق المعارضة ومن يمثل المعارضة يعني أن يتعاطى مع الروس بالكيفية التي يريد. هو رحب بالحوار وبالذهاب إلى موسكو، لكن رأى أن هذا الموعد فيه شيء ما فطلب تأجيله. طيب. يعني هذه المسألة مشروعة، وإذا كان فعلا هذا هو الأمر فهناك حق للأستاذ الجربة في ذلك. ولكن هذا الاجتماع التحضيري نعتبر قبل ما يبدأ فشل، لأنه ما في طرفين موجودين. لا، هو اجتماعات في اعتقادي يعني تريد موسكو قبل الذهاب إلى جنيف أن تصوغ ورقة معينة، أن تصوغ رؤية محددة. فأرادت أن تسمع من الائتلاف بنفسها، هي تعرف مواقف الائتلاف معروفة ومعروضة. كيف ستصوغ يعني هذه الورقة التي تكلم عنها بدون وجود لا بالتأكيد هو ربما يتغير الموعد بالضرورة يكون فيه. وبالمناسبة سبق أن كان في اجتماع روسي مع الائتلاف من 5 أيام. يعني صار فيه هناك نوع من التواصل ونوع من الحوار، لكن يحتاجوا يعني أن يكون الجربة في موسكو بنفسه. هذا أمر له دلالته ويراد من موسكو توظيفه. طبعا بكثير. طيب الائتلاف الوطني اليوم بدأ يعني وضع دراسة لتصوراته للمرحلة الانتقالية استعدادا للمشاركة بمؤتمر جنيف 2. ما هي الرؤية التي تريد أن تتسلح بها المعارضة والائتلاف طبعا في حال ذهابها للمؤتمر؟ ليس هناك اختراع للبارود كما يقال. المعارضة في مؤتمر كبير بكل أطياف المعارضة اجتمعت في القاهرة قبل شهور وصاغت رؤية مستقبلية. المعارضة في كل اجتماعات الائتلاف وقبلها المجلس الوطني صاغت يعني برامج ورؤى وتصورات واضحة. هناك الآن في الدوحة ينعقد اجتماع مثقفين ونخب سورية. طيب. في اجتماع بحثي وأكاديمي يحضر فيه الأستاذ برهان غليون وآخرون لصياغة تصورات حول المرحلة حول سوريا المستقبل بعد سقوط الأسد. طيب. أظن أن الأمور واضحة تماما. لا يمكن بصراحة إذا كان الذهاب إلى جنيف 2 مع الإقرار ببقاء بشار الأسد
وترشحه في 2014، فهذا يعني أن كل التضحيات التي قدمها الشعب السوري وأن كل وكل الجهد اللي قامت فيه المعارضة أصبح بلا معنى. يعني لا تصور أن الشعب السوري يرضى من المعارضة أن تقبل بحصة في حكومة يقال أنها حكومة يعني ائتلافية أو حكومة من جميع مكونات السوريين. هذا أمر غير مقبول، يعني غير مقبول منطقيا، فما بالك إذا 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 سقطت فيه المعارضة وقبلته وتراضت أن تتحدث فيه. طيب بدي أنتقل معك أستاذ معن لو سمحت لي لموضوع المفاوضات الإيرانية الغربية. نعم. الخمسة زائد واحد طبعا. نعم. بعد يومين سنشهد استئناف للمحادثات والجولة المباحثات الجديدة، ولكن نحن الآن أمام يعني عنصر فعال في هذه الدول الأجنبية. فرنسا وضعت شروط لكي تستمر في هذه المفاوضات، من ضمنها تخفيض أو وضع جميع المنشآت الإيرانية تحت الإشراف الدولي. نعم. وأكثر من الطلب. نعم. نعم. كيف ترى بداية. نعم. هذا الموقف الفرنسي يعني الشديد نوعا ما؟ منذ الثورة الليبية، مرورا بالثورة السورية، مرورا بالموضوع الإيراني، واضح أن الفرنسيين يعني يمتازون عن المنظور الأمريكي بالتشدد. هناك مرونة أمريكية في هذه الملفات، في المقابل هناك فلنقل تشدد فرنسي في هذه الملفات. المبادرة باتجاه استخدام الناتو طيران فرض منطقة حظر الجوي على ليبيا ومساهمة الناتو في كانت مبادرة فرنسية. فرنسا يعني مبكرا احتضنت المعارضة السورية ودفعت باتجاه ضرورة تنحي بشار الأسد قبل الإدارة الأمريكية. طيب. أيضا بالموضوع الإيراني نلحظ أنها فرنسا فعلا في هناك تشدد أمام ما يفاجئنا من مرونها أمريكية. لذلك ذهب، وطبعا ربما هذا الأمر لا يرضينا تماما بالنظر إلى أن المحتوى الإسرائيلي في الموضوع واضح وظاهر بدلالة. نعم. نعم. بدلالة ذهاب الرئيس فرانسوا هولاند أمس إلى إسرائيل. الأمر نفسه نجده أنه جون كيري الذي تتوتر علاقته بالمسؤولين الإسرائيليين سيذهب يوم الجمعة كما نشر إلى إسرائيل وللقاء بنتنياهو وغيره. نعم. لطمأنتهم بشأن هذه المفاوضات التي يتوقع أن تكون أيضا شاقة وأن تكون صعبة لأن هناك بعض التفاصيل ما زالت عويصة، لكن التحسب الإسرائيلي قوي ومستنفر. طيب يعني إحنا الآن أمام يعني إذا فينا نقول ليوني أمريكية. نعم، نعم، وفرنسا. نعم. عم بتشد من. نعم. من ناحية أخرى. نعم. والموقف الفرنسي ألا يطرح الكثير من الأسئلة المحيرة بغض النظر عن الموضوع الإسرائيلي؟ يعني ربما تجد فرنسا بأن الأثمان بأن هناك عدم وضوح من ناحية إيران، بأن هناك مصداقية إيران ينبغي أن تختبر بشكل دقيق. ربما تجد أن هناك بعض التحايل الأمريكي وأن هناك نوع من الالتفاف الأمريكي باتجاه إيران دون أن تكون أوروبا وفرنسا خصوصا بالصورة بشكل كامل. يعني هناك حسابات فرنسية حذرة في اعتقادي تسوغ هذا التشدد. لا تمانع فرنسا بأن بالمنطق العام بأن تتخلى إيران عن برنامجها النووي ذو البعد التسليحي العسكري. طيب. لكن هناك بعض الاشتراطات، بعض التفاصيل يراد التثبت منها. تتحسب فرنسا من هذه الليونة وتراها في غير صالح، في غير ما كان ما يراد من في الموضوع التفاوض النووي. نعم. طيب ايضا فرنسا يعني تطالب بالحصول على ضمانات من ايران قبل طرح. نعم. تخفيف العقوبات. نعم. نعم. برايك ممكن ايران تقدم بعض الضمانات؟ يعني هي طبعا ايران بالتاكيد مطالب، يعني بالتاكيد هي لن تحظى برفع للعقوبات جزئي او كامل. نعم. الا بتقديم اشياء، يعني مش ببلاش الامور. يعني الامريكان حتى مهما بلغت ليونة الامريكان لا يمكن ان يقدموا على تقديم كل شيء على طبق من ذهب الى الايرانيين من دون مقابل. طيب. من دون تفتيش كامل على جميع المنشآت النووية.
ومن دون يعني رقابة واضحة بالنسبة لتخصيب اليورانيوم. نعم. تقليل المخزون الحالي أيضا. ونسى كل ذلك يعني كل هذه إذا لم يتثبت الفرنسيون من أن هذه ستكون هي الحقائق القائمة فبالضرورة أن يكون هناك انزعاج فرنسي. طيب أستاذ معن يعني سوف أتابع معك موضوع أو ملف النووي الإيراني أيضا الموقف الأمريكي من إيران وبعض المواضيع الأخرى لكن اسمح لي أن نذهب الآن إلى فاصل. هذا بعض ما نشره عبد الله اسكندر في مقاله الذي نشر اليوم. ثمة انكفاء أمريكي مقرر ومعلن في الشرق الأوسط وذلك بعد عقود من الحضور الفاعل والمهيمن. جرى تتويجه باستئثار أمريكي بشؤون المنطقة مع انهيار الاتحاد السوفيتي. ولن تعوض هذا الانكفاء اتفاقات تعاون تريد إنقاذ بعض من مصالح اقتصادية وبعض من مواقع عسكرية في إطار الحرب على الإرهاب. ثمة محصلة مرئية ومتزايدة الوضوح لهذا الانكفاء بغض النظر عن أسبابه سواء تحت وطأة الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تحملتها الولايات المتحدة في حروبها الأخيرة خصوصا في أفغانستان والعراق أو بفعل قرار من الإدارة الحالية صاحبة النظرة الجديدة للمصالح الأمريكية في العالم. هذه المحصلة هي الفراغ الذي يتركه هذا الانسحاب الأمريكي والذي يبحث عن مصادر ملأة من خارج المنطقة ومن داخلها بما يطلق مخاضا معقدا وتشابكا جديدا للمصالح. في ظل هذا المخاض الذي يشهد سباقا محموما لملء الفراغ الأمريكي يبدو النظام العربي هو الغائب الكبير فلا نواة صلبة لهذا النظام تملك استراتيجية واضحة للحماية الذاتية ولا قوة عربية إقليمية تملك مشروعا سياسيا جديا يمكن أن يشكل عنصر استقطاب على رغم وجود عناصر مثل روسيا وإيران وتنظيم القاعدة على المستويين الاقتصادي والبشري. ومن صحيفة العرب اللندنية نطالع مقالا للكاتب خير الله خير الله تناول فيه زيارة العاهل المغربي محمد السادس للبيت الأبيض وما نتج عن هذه الزيارة. يدخل الملك محمد السادس البيت الأبيض ليؤكد الثوابت المغربية أو على الأصح لإعادة التذكير بها أمام رئيس أمريكي اسمه باراك أوباما اختار سياسة تقوم على التردد والعجز خصوصا في مجال التفريق بين الحلفاء والأعداء. يمتلك العاهل المغربي ما يكفي من المعطيات التي يفترض أن تخرج الإدارة الأمريكية من حالة الحيرة التي تعاني منها والتي تجعلها في أحيان كثيرة تلعب أدوارا في غاية السلبية. لا شك أن استقبال العاهل المغربي في واشنطن في هذه الأيام يعني الكثير بالنسبة إلى منطقتي شمال أفريقيا والساحل الصحراوي خصوصا وللعرب عموما. هناك نتائج في غاية الأهمية يمكن أن تسفر عنها المحادثات بين محمد السادس وأوباما. سيعتمد الكثير على ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيكون قادرا على الابتعاد عن الشعارات التي لا تعني شيئا في نهاية المطاف. سيكون عليه النظر إلى ما يدور في شمال أفريقيا والساحل بطريقة مختلفة. ربما يفترض به أن يفكر أولا في كيفية دعم التوجه المغربي الذي يستهدف المحافظة على الوحدة الترابية للمملكة من جهة وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى. هل في استطاعة أوباما فهم هذه المعادلة المغربية التي تصب في مصلحة الاستقرار وفي مصلحة تكاتف الجهود من أجل محاربة الإرهاب؟ نعم سيتوقف الكثير على قدرة أوباما على فهم الثوابت المغربية التي تؤسس للاستقرار في المنطقة كلها بدل إدارة أذنه لبعض مستشاريه الذين يعانون من القصور. في الشأن الليبي وعن الأوضاع الأمنية في ليبيا نقرأ من صحيفة القدس مقالا بعنوان ليبيا والخطيئة السياسية الكبرى، تناولت الأوضاع الأخيرة وتوجيه السلاح ضد متظاهرين مدنيين. لا ينكر أحد على الليبيين نضالهم ضد استبداد معمر القذافي كما لا ينكر أن بعض المدن كمصراتة وبنغازي دفعت أثمانا باهظة لمعارضتها الطويلة للديكتاتور الراحل من دماء أبنائها ومن الاستهانة والتحقير والتجاهل لها على مدى عقود طويلة. لكن لا ينكر عاقل أيضا أن الاستبداد عام وشامل ولا يوفر أحد لا مدينة ولا قبيلة ولا حزبا سياسيا
من بطشه وقمعه، وأن استقواءه بجهة أو قبيلة أو اتجاه لا يقصد منه سوى التفريق بين أبناء الوطن الواحد ومنع وحدتهم. ورغم أن طرابلس كانت تحت الوطأة الكبيرة لقوات الدكتاتور، فقد تحدته بالتظاهرات وثارت عليه مناطق عديدة منها، وقد تحملت الكثير من القسوة والبطش، مثلها مثل غيرها من مدن ليبيا وجهاتها القصية والقريبة. خاضت الميليشيا التي تشكلت دفاعا عن الثورة نضالا بطوليا ضد النظام القديم، ولولا الدعم السياسي والعسكري الذي حصلت عليه من رأسماليين وطنيين ليبيين ثم من الشرعية الدولية لكانت خسائر هذه الميليشيات والليبيين أكبر بكثير. ولكن توجيه السلاح ضد متظاهرين مدنيين لا يمكن القبول به من جيش البلد أو شرطته، وهو إذان بسقوط شرعية أي سلطة وطنية وثورية كانت أو فاسدة وتابعة. أما ارتكابه على يد ميليشيا عسكرية ينتمي أفرادها إلى مدينة أخرى غير طرابلس ضد أهل المدينة نفسها، فإجرام وخطيئة سياسية عظمى لا يمكن أن تغتفر، وهي تدفع ليبيا والليبيين نحو خيارات قصوى. ونقرأ من صحيفة الخليج الإماراتية مقالا للكاتب الحسين الزاوي عن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للأراضي الفلسطينية، وتأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالمفاوضات مع إسرائيل، وذلك حتى نهاية مدة الأشهر التسعة المقررة لها. زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل دون أدنى شك فرصة للكثير من المراقبين والمحللين من أجل تسليط الأضواء مرة أخرى على هذا الانعطاف الصهيوني الذي شرعت في ترسيخه الدبلوماسية الفرنسية خلال السنوات الماضية. فقد بدأ الموقف الفرنسي يطرح الكثير من الأسئلة المحيرة لدى انطلاق المفاوضات الدولية بشأن الملف النووي الإيراني، خاصة أن فرنسا تحولت خلال هذه المحادثات إلى ناطق رسمي ومدافع شرس عن التوجهات الإسرائيلية بشأن مستقبل الطاقة النووية لطهران. واستحق هذا الموقف الفرنسي امتنان وشكر قادة تل أبيب، حيث أكد نتنياهو في تصريح لإحدى الصحف الفرنسية أن علاقة إسرائيل بفرنسا جد خاصة، وذلك بالرغم من قناعته الراسخة بأن الولايات المتحدة ستظل الحليف الأهم على الإطلاق، لأن الموقف الأمريكي الحالي ليس في الواقع إلا ترجمة لتحرك تكتيكي عابر لا يعبر عن حقيقة القناعات الاستراتيجية للولايات المتحدة، الأمر الذي حرص الجمهوريون على تأكيده عندما أثنوا على موقف فرنسا المتشدد في مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران. وتشير الأوساط الدبلوماسية في باريس إلى أن الرئيس الفرنسي أبدأ خلال محادثاته في تل أبيب حرصه الشديد من أجل المحافظة على الرصيد الإيجابي الذي أضحى يتمتع به داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية. وتناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية، فمراسل صحيفة الاندبندنت روبرت فيسك كتب مقالا بعنوان السم الحقيقي الذي قتل عرفات هو ثقته بأمريكا وإسرائيل. وقال فيسك في مقاله أن ياسر عرفات قدم الكثير من التنازلات لإسرائيل لأنه أراد أن يذهب إلى فلسطين قبل أن يموت، مضيفا بأن العديد من أنصار عرفات السياسيين ما زالوا يقدمون التنازلات حتى يومنا هذا. بحسب مراسل الصحيفة أيضا، فإن الشائعات ستتوقف إن بقي عرفات على قيد الحياة، وإن مات فسيكون قد مات مسموما كما مات نابليون الذي سمم من قبل البريطانيين، إلا أن عرفات بالفعل مات وقيل لنا أنه مات مسموما، مضيفا بأن أرملة الرئيس الفلسطيني المبعدة عن زوجها لسنوات بدأت تتحدث عن جريمة قتل تعرض لها زوجها. ختم فيسك مقاله مستشهدا بكلام المفكر الفلسطيني البارز إدوارد سعيد عندما قال أن عرفات تمنى أن لا يكون مثل الحاج أمين الذي مات في المنفى على أيدي البريطانيين، وكان الخطأ الذي ارتكبه الحاج هو ذهابه إلى برلين خلال الحرب العالمية آملا أن يساعد هتلر الفلسطينيين. وختم بالقول أن السم الذي يجب أن ندرسه هو الثقة التي أعطاها عرفات لكل من الأمريكيين والإسرائيليين.
الآن مرة أخرى لضيفي بالاستوديو الكاتب معن البياري. أهلا بك مجددا أستاذ معن معنا في هذه الجولة. نتابع معك ما يعني ما ختمنا في الملف الإيراني. كنا نتحدث عن أمريكا ودورها المعاكس لدور فرنسا في هذه المفاوضات. صحيفة الواشنطن بوست بالتحديد قالت أن الكونغرس الأمريكي سيحتاج إلى الموافقة في موضوع رفع العقوبات المفروضة على إيران. وأيضا باراك أوباما طالب بعض النواب يعني بتمرير بعدم تمرير عفوا أي عقوبات على إيران. نعم. كيف ترى هذا التصرف؟ العقوبات يقرها الكونغرس. الإدارة الأمريكية غالبا ما تطلب هذه العقوبات، والكونغرس والذي يقرها وتصبح قوانين نافذة. نعم. وإزالتها أو تعديلها يحتاج إلى موافقة الكونغرس، هذا بديهي. المسألة فعلا أن الكونغرس أكثر يقظة وأكثر تحوطا، وهو أكثر بالتأكيد تشددا من الإدارة الأمريكية باتجاه إيران. نعم. بالنظر إلى أنه يخضع إلى تأثير لوبيات نافذة في الولايات المتحدة ومنها اللوبيات الصهيونية، ونعرف أن الليكود الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو له دالة وحظوة خاصة. نعم. في الكونغرس، ومثل هذا الأمر يعني وارد أن 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 يتشدد الكونغرس باتجاه الإدارة في مسألة رفع العقوبات من دون أن 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 يتفحص تماما مدى ما بين قوسين التنازلات التي ستقدمها. طيب يعني الآن بات الإمكان التوصل إلى اتفاق يضمن تجميد للأنشطة النووية مقابل يمكن تخفيف إذا فينا نقول محدود للعقوبات؟ يعني هو بالتأكيد يعني شيء مقابل شيء، لكن ما سيقدمه الإيرانيون ليس واضحا حتى الآن، يعني على الأقل ليس واضحا لوسائل الإعلام. يعني ما زال طبيعي أن هناك بعض التنازلات، بعض السماح لكثير من المنشآت، لكن هناك مطلب في منشآت أخرى ما يزال عليها بعض النقاش. المداولات في جنيف المستجدة ستخوض في التفاصيل وسيظهر منها ما يمكن أن يقدمه الطرفان من للطرف الآخر، كل طرف للطرف الآخر، وبالتالي نستطيع أن نحكم. لكن هناك تحسب، هناك يعني هناك واضح أن هناك نوع من المرونة الأمريكية والليونة الأمريكية التي تجعلنا نتساءل في المحصلة لماذا كل هذا من ناحية إدارة أوباما تجاه إيران. أمريكا صامتة عن احتلال إيران لسوريا، هناك آلاف المسلحين والمقاتلين الإيرانيين في سوريا ويخربون ويقاتلون ومناطق يعني واسعة. نعم. من في نعم. جنوب دمشق وغير جنوب. صح. دمشق، لكن الولايات المتحدة ساكتة ما بتحكي شيء. وأكيد يعني بات معروف قديش العقوبات التي تفرضها الدول على إيران قديش يعني تتعب. صحيح. الاقتصاد. صحيح. الإيراني. صحيح. وبالتالي فرض برأيك أي تخفيف لهذه العقوبات سيعطي الضوء الأخضر لإيران لتتمادى في المنطقة. طبيعي. يعني فعلا الغضب السعودي من الإدارة الأمريكية كان له مبرره، بالنظر إلى أن هذه المرونة الأمريكية باتجاه إيران تقوي من فلنقل من الظهور الإيراني والتفرد. نعم. الإيراني في المنطقة. نعم. والنزوع إلى الزعامة، وليس يعني ليس كلاما دعائيا أو أن إيران لا تتعامل مع المنطقة بصراحة باعتبارها منطقة جوار وهناك وحريص على علاقات حسنة، بل بالعكس هناك نزوع إلى الهيمنة، نزوع إلى النفوذ، نزوع إلى إثارة القلاقل في اليمن، في لبنان، في العراق، في فلسطين، في يعني بمعنى أنها تريد أن تمسك بملفات معينة في المنطقة، وهذا أمر واضح أن السعودية وغير السعودية فطنون إليه. والخطير في الأمر أن هناك نوع من السماح بذلك من طرف الولايات المتحدة. أيضا أستاذ معن يعني في إحدى الصحف تكلمت عن خطاب إذا يعني نصر الله الأخير، بالإضافة إلى بعض الخطابات لأشخاص موليين لإيران. برأيك إيران تستخدم إذا فينا نقول أزلامها لتوصيل أو من أجل بعث رسائل معينة للمجتمع الدولي؟ يعني عندما يخطب السيد حسن نصر الله ويقول أن وجود مقاتليه ومجاهديه بين قوسين
في سوريا، إنما هو خدمة لقضية فلسطين. أنا لا أفهم بصراحة هذا المنطق. نعم. لا أفهم هذا المنطق. وهو بالتأكيد هو ليس موجودا هناك إلا بأمر إيراني، ولن يخرج طبعا. إلا بأمر إيراني. هذا أمر نكون مغفلين إذا 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 ظننا بأن الرجل يمتلك قراره في هذا الشأن تحديدا. وهو وخطابه بدأ بنوع من الانتشاء. نعم. بأن هذا التقارب، ما يمكن أن يكون تقاربا أمريكيا إيرانيا، لن يكون على حساب المقاومة ولن يكون على حساب حزب الله، بل بالعكس أن هذا سيقوي من وجود حزب الله في لبنان. نعم. والرجل قال بصراحة، يعني كان واضح في خطاباته الأخيرة، النزعة الطائفية تتزايد، يعني لم يكن نسمع هذه النبرة. صح. وهذا اللغة بخطاباته قبل مثلا 4 سنوات أو 3 سنوات. يعني كان رجل يتحذر في استخدامه، يعني استخدام التصريحات الإعلامية لتأجيج الطائفة، لكنه الآن يستخدم المصطلحات الطائفية بوفرة وبدون حذر وبدون تحسب. وهذا أمر فعلا مقلق، ولا يمكن أن يكون ولا يمكن أن ينطق في مثل هذا الأمور إلا بإسناد إيراني وتوجيه إيراني. يعني تعتبر أنه هذا التطور الملحوظ في الخطابات طائفيا؟ يعني مش تطور، هذا تطور سيء، يعني تطور الناس تطور سلبي طبعا. يعني نقول تطور دائما الأحسن، لا تطور سلبي، يعني هو يستخدم هو للأسف تطور إلى الخلف. نعم، يعني هناك ضوء أخضر من 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 إيران لاستخدام موضوع الطائفة في الموضوع. يعني أنا أعتقد ذلك، يعني أعتقد بأنه هذه الخطابات، يعني هو يعي ما يقول، وأنه يعني هناك جماعات تكفيرية في متشددة، إذا فنواجهها بخطاب مضاد مذهبي. للأسف هذا أمر يعني يشيع أجواء غير طيبة وغير حسنة، ويراكم صورة تزداد اهتزازا وانحدارا لنصر الله في الشارع العربي، الشارع الإسلامي عموما. طيب بدي بس انتقل بشكل سريع لملف آخر بعيد عن الملف السوري والإيراني، الأوضاع الأمنية التي تشهدها ليبيا. يعني قرأنا أكثر من صحيفة عنونت بالأوضاع الأمنية وتحدثت عن هذا الوضع الأمني. باختصار، هل بات مستقبل ليبيا بأيدي الميليشيات المسلحة؟ يعني أنا بصراحة لست خائفا على ليبيا. صحيح أن الأمور مقلقة ولا تبشر بشيء، لكن أنا باعتقادي إذا العالم العربي، إذا الدول العربية انتبهت لخطورة ما يجري في ليبيا، إن كانت مصر، السودان، الأردن، الدول الخليج، السعودية، إذا أمدت ليبيا بخبرات أمنية وقوت وعملت على تمكين الدولة الليبية بالخبرات التكنولوجية والتقنية، أعتقد أن الأمر صحيح يحتاج إلى وقت ووقت طويل، لكن على المدى البعيد أنا متفائل. صحيح أن الأمور سيئة ومقلقة، وأن هناك يعني نوع من الدولة الليبية تتفكك ومفاصلها يعني تتراخى بالنظر إلى هيمنة هذه الميليشيات، لكن لكن دعيني أقول بأن الأمور لن تطول. نعم، الأستاذ الصحفي معنا البياري، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في صحافة اليوم. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. مشاهدينا، أتابع الجولة ونقرأ افتتاحية صحيفة المستقبل اللبنانية اليوم التي عنونت انتصار من لحم ودم، وهو الفوز الذي حققته قوى 14 من أذار في انتخابات نقابة المحامين ببيروت، وهو يستكمل ما تحقق من فوز في انتخابات نقابة المحامين في الشمال. هو انتصار بالملموس، هو انتصار في إطار منافسة ديمقراطية، كما أنه انتصار للممارسة الديمقراطية نفسها، تلك التي يحتاجها كل مرفق ومؤسسة من لبنان. هو انتصار مدني ديمقراطي حقيقي من الناس والناس ومن موقع النخب المتقدمة في البلد، فشتان بين هذا النوع من الانتصارات التجديدية للحياة في جسم نقابي وبالتالي في الجسم اللبناني بعامة، وبين انتصارات تتلف كل عضو في هذا الجسم، انتصارات الكيد والصلف التي عودنا عليها حزب الله على اللبنانيين الآخرين، والتي إما هي تنكر نتائج انتخابات تشريعية وإما هي تبيع جلد الدب قبل اصطيادة. وعلى هذا المنوال الرهان المضحك المبكي لحزب الله كما كشفه قادته مؤخرا، يقولون للبنانيين الآخرين، لأكثرية اللبنانيين، إن الزمان زمانهم، سواء عقدوا كإيرانيين صفقة مع الأمريكي على حساب الشعوب العربية في المنطقة وعلى حساب اللبنانيين، أو فشلت هذه الصفقة وذهبوا إلى المواجهة الحربية الشاملة، هم ينتصرون في الحالتين، يزعمون، يتوهمون، يهلوسون،
أما انتخابات النقابة فتعيد التذكير بأساس الديمقراطية بجوهر السياسة فقط. من بإمكانه أن يخسر استحقاقاً بإمكانه أن يكسب هذا الاستحقاق، أما من ينصب نفسه في مجمع الآلهة فإنه مهما أرغى وأزبد لا يمكن أن ينتصر لأنه يعتبر نفسه سلفاً عصياً على الامتحان. أخيراً أقرأ لكم ما جاء في صحيفة ساندي تليغراف التي قامت بزيارة مناطق عدة في شبه جزيرة سيناء في مصر لمعرفة إمكانية انعكاس الأوضاع غير المستقرة بها على الغرب من خلال تداعيات الاضطرابات على الحركة في قناة السويس. وقال ريتشارد سبنسر مراسل الصحيفة من سيناء أن قادة العالم خصوصاً في الولايات المتحدة وإسرائيل يراقبون المشهد فيها بكثير من القلق تخوفا من إمكانية انعكاس ذلك على القناة التي تمثل شريانا حيويا للنقل بين الشرق والغرب. كما أضاف سبنسر بأن هذا القلق ازداد منذ نشر إحدى الجماعات الجهادية لمقطع مصور حول استهداف الباخرة كوسكو آسيا التابعة لشركة ملاحة صينية وذلك أثناء عبورها في قناة السويس. وبالرغم من أن الانفجار لم يسفر عن خسائر تذكر إلا أن دلالات الحادث تفوق بكثير ما أسفر عنه من خسائر. وبحسب الصحيفة فإن انخفاض عدد الهجمات الإرهابية في الفترة الأخيرة قد يكون له دلالات عدة من بينها نجاح عمليات الجيش، لكنها قد تدل أيضا على تغيير الجماعات المتشددة لاستراتيجياتها. واستدلت على ذلك بتفجيرات الدلتا واستهداف موكب وزير الداخلية في العاصمة المصرية. مشاهدينا انتقل الآن إلى جولة الرسوم الكاريكاتورية. جولة صحافة اليوم انتهت، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.